جاي على الهواء مباشرة في هذه اللحظات الأستاذ جمال في هذه اللحظات القيادي في حركة فتح. وصلت من نابلس إلى جنين، ولربما تعاود العملية بالانتشار إلى نابلس كما يروج جيش الاحتلال وبقية مناطق شمال الضفة الغربية. ما الذي يريده الاحتلال اليوم في مناطق شمال الضفة الغربية، جنين، نابلس وتلك؟ اولا اسمح لي ان اترحم على الشهداء شعبنا وعلى شهداء جنين، البطوله، جنين الفداء، التضحيه، جنين الوطن، جنين القدس، جنين العاصمه. جنين هي كرامه الوطن الفلسطيني الان. بدايه نترحم على كل شهداء شعبنا وشهداء جنين. هذا اولا. ماذا يريد الاحتلال؟ كلنا ندرك ونعرف ماذا يريد الاحتلال. يريد الاحتلال من كل جرائم التي يقترفها اليوم في جنين ويقترفها كل يوم في كل محافظات الوطن وفي كل خاصة، يريد إنهاء الموضوع الفلسطيني والقضية الفلسطينية. لكن أمام هذه المقاومة وأمام ثقافة الانتماء والمقاومة اللي يمارسها أبناء شعبنا، نقول لا يمكن أن يتم إنهاء فكر المقاومة، ثقافة المقاومة من شعبنا. شعبنا سيبقى يقاتل من أجل نيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية. هذا مشروع إسرائيلي واهم أنهم يستطيعوا أن ينهوا ثقافة الانتماء وثقافة المقاومة لشعبنا. فالرد اليوم في جنين على الإسرائيليين، مهما حشدتم من جيوش ومهما ارتكبتم من مجازر وجرائم ضد أبناء شعبنا، إلا أن شعبنا سيبقى ابن هذه الأرض، وهم سيبقى من تراب هذه الأرض، وسيبقى ينتمي لهذه الأرض، لأن هذه الأرض فلسطينية، فلسطينية وجبلت بالدم الفلسطيني وبالعرق الفلسطيني. فلا مجال للقادة الاحتلال الإسرائيلي أن يبقوا يعتقدوا في ظل المراحل السياسية الحالية، المرحلة السياسية الحالية، العجز العربي، الدمار في البيت الفلسطيني، العجز العالمي، الصمت العالمي، يعتقدوا أن المشروع الإسرائيلي سيمرر على الشعب الفلسطيني بإنهاء القضية الفلسطينية. لن تنتهي القضية الفلسطينية ما دام الشعب الفلسطيني ينجب، وما دام الدم الفلسطيني ينزل دفاعا عن هذه الأرض. جمال، أمام ما ذكرته من مثبطات في المشهد الفلسطيني والمشهد الإقليمي، ما هي سر معادلة المقاتل الفلسطيني الذي بسلاح بداء الآن يواجه تكنولوجيا حديثة وجيش مدجج بطائرات الاستطلاع بالآليات المدرعة والمصفحة؟ ما هو السر الذي تحمله هذه المعادلة الميدانية؟ هذه هو سر الإنسان الفلسطيني. أولا أريد أن أقول لك وللجميع أن الفلسطيني يولد على الفطرة وطني بالانتماء، هذا أولا. ثانيا، سر ذلك هو الانتماء للمخيم، الانتماء للقضية، الانتماء للمشروع الوطني، الانتماء لدماء الشهداء، الانتماء لمعانيات الأسرى. هذه هي سر المقاومة الفلسطينية بأبسط الإمكانيات، حتى تستطيع أن توصل رسالتها للاحتلال ومن يقف خلفه، أن شعبنا سيبقى صامد وسيبقى يقاتل ويدافع عن حقوقه إنجاز مشروع الوطني. إذا أراد الكل أن يبحث عن السر، ليذهب إلى مخيم جنين ويذهب إلى كل مخيمات الوطن، ليكتشف أن السر يكمن في أننا نولد من أرحام أمهاتنا وطنيون على الفطرة، فلسطينيون على الفطرة، ولسنا أصحاب واقع ومناصب وكراسي. هذا هي قدسية الفكرة، وهذا هو سر الفكرة المقدسة لدى كل المقاتلين الذين يؤمنون أن هذا الوطن بحاجة إلى الدماء حتى يتحرر. الحديث عن توسيع العملية العسكرية، وقد يعني ذلك يمتد إلى بلاطة، إلى عسكر، إلى مخيم نور شمس في تل كرم، يعني القراءة، هل تذهب إسرائيل إلى كل هذا الجنون؟ هي واهمة، تعتقد أن الظروف السياسية الحالية جاهزة لهذا المشروع الإجرامي الإسرائيلي، يعتقد أن الواقع الفلسطيني أيضا بالانقسام وما تلا من مشاهد مأساوية، أنه أيضا الواقع أن نذهب إلى هذه الجرائم. لكن أقول أن شعبنا الفلسطيني هو أكبر من كل الانقسامات، وأكبر من كل المؤامرات، وأكبر من كل الطيارات والدبابات. شعبنا عشرات السنوات وهو ينزف دم من أجل بقاء وثبات على هذه الأرض. إذا أرادوا أن يذهبوا إلى جنين ونور شمس وعسكر وعقب الجبر وكل مخيمات الوطن، ليذهبوا وليروا أن جنين القلعة، جنين الصمود، لها إخوة وأشقاء اسمهم مخيمات الوطن. في سؤال أخير وعلى عجالة، القرار السياسي الفلسطيني اليوم هل يرتقي إلى مستوى الحدث؟ هنالك اجتماع سيعقد للقيادة الفلسطينية، حديث عن دبلوماسية، لكن بالنسبة للمواطنين وأنت تنظر إليهم عندما يستمعون هذه المصطلحات السياسية البراقة، ماذا تقدم للفلسطيني اليوم الذي يتصدى بدرع بشري وبقصف وحصار للمنازل داخل المخيم؟
يعني أنا كنت أتمنى أن يكون اجتماع القيادة السياسية الفلسطينية أولا، وقادة الفصائل الذين هم للأسف مغيبين عن المشهد الفلسطيني، كنت أعتقد أن يكون اجتماعهم الساعة 6 صباحا لمناقشة ما يحصل والخروج بقرارات تليق بحجم الدم الفلسطيني الذي ينزف. يكفينا استجداء للمجتمع الدولي، يكفينا استعطافا للمجتمع الدولي. نقول هذا الشعب يجب على قيادته السياسية أن تأخذ قرارات تليق بحجم تضحياته، بحجم الدماء التي تنزفه، بحجم الدمار الذي يتركه الاحتلال. هذا ما هو مطلوب من القيادة السياسية الفلسطينية، ومطلوب أيضا من قادة الفصائل قبل القيادة السياسية أن تحترم نفسها وتقول أنها فصائل تقود الشعب الفلسطيني، لا أن تبقى فصائل متفرجة على أبناء شعبهم يذبحون.